تحقق لكم فكره كتير قويه قال لي اياها رفيق ايه ما بعرف كيف ولا مره فكرت فيها. اول شيء بنجيب الخبزه بنجيب شو بعدين الكبه. هلا رح تقولي لي شيء بيقرف بس جربوها بعدين قولوا لي. حط الكبه هيك بعدين شو بنجيب لبن بس ما بنكتر لحتى ما تطش الخبزه هيك على الخفيف. واللي عم بيطلعوا قرفان واللي عم بيطلعوا قرفان يجربها يرجع يحكي. هلا شو منلفها شيء رهيب. وهلا مندوق اذا حسيتوا فيها قليل لبن عطول فينا نزيد ومندوق. فيكم تغطسوها هيك كمان. ما بعرف كيف ولا مرة فكرت بهيك فكرة كتير قوية. وهيك زيادة بتشبع لأن أكيد بلا خبز ما حدا حيشبع. بس تخلص الصالش إذا ما شبعته بتجيبوا الخبزة وبتلقموا هيك. حط لها 10 من 10 بسهولة. أقوى فكرة لقيتها بحياتي. قولوا لي شو جرب مرة الجاي وما تستعرف فولو. باي.